جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أسمع كثيرا من بعض المصلين يرددون دعاء بعد إقامة الصلاة وتأهب الإمام لتكبيرة الإحرام، مفاد هذا الدعاء: اللهم أحسن وقوفنا بين يديك ولا تفضحنا يوم العرض عليك. وكذلك بعضهم يقول بعد أن يكبر الإمام تكبيرة الإحرام: الله أكبر. يقول بعض المصلين: عز وجل، فهل ورد ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وما حكم من قال ذلك؟ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم دعاء بعد الإقامة، فاعتياد ذلك والتزام دعاء مخصوص بعد الإقامة وقبل تكبيرة الإحرام هذا لا يجوز. أما إذا دعا الإنسان بعض الأحيان فلا بأس بذلك، إنما الممنوع اعتياد هذا الشيء أو تخصيص دعاء في هذا الموطن لم يرد به الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد سئل الإمام أحمد رحمه الله، قيل له: قبل الإقامة بعد الإقامة تقول شيئا؟ قال: لا، إذ لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا قال الإمام الله أكبر تكبيرة الإحرام فلا يجوز أن يقول المأموم عز وجل أو ما أشبه ذلك، لأن هذا لا دليل عليه، يكون من البدع. نعم.